رايكم اخذ هذه السياره؟ تناسبني ولا لا؟ انت من عشاق المرسيدس؟ تعال خبرك انا اليوم وين. انا في معرض المحروقي للسيارات. ايش اللي يميز سيارات معرض المحروقي؟ تتميز من جودة النظافة اللي تحاكي سيارات الوكالة. قبل لا تستلم السيارة يقوموا بصيانة المركبة ومع فحص المركبة، وعشان تطمن أكثر قبل لا تشتري السيارة تقدر تاخذها وتفحصها في أي ورشة أخرى. أنت تقدر تاخذ السيارة من غير دفعة مقدمة بنسبة فائدة 2.5% وتمويل لمدة 10 سنوات وضمان يصل لمدة 3 سنوات للجير الماكينة والديبريشن. خذ لك لفة وزيارة في معرض المحروقي للسيارات، ولا تنسى تشتري سيارة أحلامك. وش رايكم فيني وأنا أشتغل بالسيارات اليوم؟ ناوية أغير رأيي وأخذ لي هذه السيارة.